شيدته أيادي أبناء مصر وأفكارهم، وجعلت منه نافذة للعالم على مصر، وجعلت منه أيضا نافذة لمصر على العالم. كان لديكم رغبة وأنا معكم في أن نلتقي في رحاب مكتبة الإسكندرية وفي رحاب رمز من رموز الثقافة المصرية والفكر العالمي، أستاذنا الأستاذ الدكتور إسماعيل سراج الدين. أحسب أنها لحظة فارقة في مسيرتنا في مدينة مبارك للأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، ونحن نتحول إلى أول ساينس بارك مصرية، وأحسب أننا قطعنا شوطا معا وبفضل جهدكم وبفضل إرشاد علماء مصريين ودعم الدولة، وكان علينا أن نستكمل مسيرتنا ببداية تعاون وثيق مع مكتبة الإسكندرية بما تمثله من صرح علمي وفكري وثقافي وأدبي وفني. كان ينبغي أن نلتقي مع الرجل الذي طالما حدثتكم عن المثقف العضوي، ذلك الذي يحمل هموم أمة ومشكلات عالم المعاصر، ويبدأ في حوار مفتوح مع الدنيا شرقا وغربا ومع الداخل على كل ألوان الطيف السياسي. دكتور إسماعيل سراج الدين، أقدمه لكم نموذجا نحاول جميعنا أن نحتدي به وبفكره وبعلمه وبإدارته. لم تتح لي لحظة لأن أقترب منه وأكون عن قرب، لكنني راقبته ولاحظته ودققت وتعلمت. تعلمت منه كيف يكون sense of perfection، إزاي يكون لدينا حساسية الإتقان، وتعلمت منه كيف نخرج من معادلة حدية حسبه الناس إحدى التابوهات، وهو الفارق بين العلم والفكر والثقافة. لقد حقق إسماعيل سراج الدين معادلة بمنتهى البساطة بين خصوصية العلم وشمولية المعرفة، فامتلك حساسية الفنان وبساطة الإنسان وأفق متسع للحوار كعادة كل مثقف ومفكر، واتسع أيضا صدره وكانت مرونته، فهو لديه مرونة السياسي ولديه دقة العالم. عندما نجتمع اليوم في مكتبة الإسكندرية نشعر بأن كل من زارونا من الوفود الأجنبية في مدينة مبارك، وكل من تحدثوا معنا من السفراء الأجانب وربطوا بين اسم مدينة مبارك للأبحاث العلمية وبين مكتبة الإسكندرية، كنت أشعر ساعتها بفخر، ولكني كنت أشعر أيضا ببعد المسافة بين ما نحن عليه اليوم في مدينة مبارك وما ينبغي أن نكون عليه مثل ذلك النموذج الكبير الذي نحن بين جنباته. لما كانوا بيقولوا أنه في 3 main pillars في اسكندرية، المكتبة وجامعة اسكندرية ومدينة مبارك، ولما كان الأجانب يتكلموا عن تحديث مصر وعصرنتها وياخدوا نموذج المكتبة والسمارت فيليج ومدينة مبارك، كنت أشعر بفخر أنني حققت معكم شيئا على الطريق. اليوم تكتمل هذه الأحلام بأن نلتقي في رحاب مكتبة الإسكندرية، ونعد أننا لن ننقطع عنها، فهي صرح صنع من أجلكم شباب علماء مصر، وصنع من أجلكم لصناعة المثقف وصناعة المفكر وصناعة الفيلسوف والأديب والعالم. يسعدنا أن نلتقي مع أستاذ جيل نتعلم منه ونستفيد من علومه وفكره، أستاذنا الأستاذ الدكتور إسماعيل سراج الدين.
شكرا دكتور محمد، ومرحبا بكم جميعا في مكتبة الإسكندرية. الحقيقة يعني لما قال لي الدكتور محمد عايز أقدمك، قلت له هتقدمني في مكتبة الإسكندرية؟ قال لأن أولا دول شباب مدينة مبارك، وبعدين مكتبة الإسكندرية دي بتاعتنا. قلت له صح، مكتبة الإسكندرية بتاعتكم جميعا، ومرحبا بكم في مكتبتكم وأهلا بكم. الحقيقة الدكتور محمد سعداني كتب لي جواب من شوية وقال لي إن إحنا عايزين نلتقي، وطبعا أنا رحبت على طول وكلمنا سوا. طب إيه الموضوع اللي نتكلم عنه؟ فالدكتور قال لي عايزين حاجة عن ما يحدث في العلم حاليا أو آفاق العلم الجديد. طبعا ده موضوع كبير جدا، ولذلك النهاردة معلش هاخدكم في رحلة طويلة ورحلة مليئة بحاجات كتيرة، بس انتوا طبعا علماء فدي هتبقى يمكن سهلة متابعتها بالنسبة لكم. انا من الناس اللي ملتفت الى ظاهرة جديدة بسميها بنت. بنت دي BINT جاية من بايو انفو نانو تكنولوجي. طبعا كلنا عارفين بايو تكنولوجي، وكلنا عارفين انفورميشن تكنولوجي، وكلنا عارفين نانو تكنولوجي. انما الواضح النهارده ان بدات الحاجات دي كلها تتداخل، وتتداخل في تطبيقات جديده، وبتخلق عالم جديد بسرعه البرق. ولذلك يعني السب تايتل اللي حطيته هناك Convergence at the Frontiers of Science، عند افاق العلم. النهارده الحاجات اللي هوريها لكم دي يمكن اجد حاجات بتحصل في العالم النهاردة. فنمشي مع بعض لأن المشوار طويل، الشرايح بالإنجليزي إنما أنا هتكلم بالعربي، ويعني طبعا الترمينولوجي العلمية هستعملها باللغة الإنجليزية لأنها أسهل لي بصورة عامة. فالأول هبدأ بتذكرة بسيطة عن الذرة وفهمنا للمادة، وبعدين حاجة عن البيولوجي، حاجة عن الانفورميشن تكنولوجي، حاجة عن النانو تكنولوجي، والتلاتة دول سوا لما بيبقوا كونفيرجنت سوا تطبيقاتها زي ايه. فاخترت لكم نوعين من التطبيق، لسه ما عندناش اي تطبيق منه في مصر، وعلى كده تطبيقات قليلة قوي في العالم. واحد اللي هو الدي ان اي كومبيوتنج، والتاني اللي هو الكوانتم كومبيوتنج، استعمال كوسيلة للحاسبات الدي ان اي ده واحدة، والتانية استعمال نظريات الكم او ظواهر الكم اللي هي الكوانتم رياليتيز لتصنيع نوع جديد من الكمبيوترز. وده بقى بيحتاج الى الرياضيات، فحنهي بشوية كلام عن الرياضيات، كلام مختصر مش كتير، انما واحاول اقدمه بصورة مرئية، صورة فيجوال كذلك، عشان اشجعكم بقى ان انتوا تقودوا هذه الحركة في مصر. فلو نظرنا كده بس تذكرة سريعة لبعض الحاجات الخاصة بالفيزياء، ونفكر نفسنا بالذرة. طبعا كلنا عارفين الصورة دي بتاعت الذرة اللي هي بيزيكلي التصور بتاع ارنست رادرفورد. انما لغاية 1905 يعني من 100 سنة يا دوب كان لسه في شك في وجود الذرة، الا ان اينشتاين في كتاباته اثبت في البيبر بتاع براونين موشن ان الذرات موجوده. هذه الصوره صوره جميله جدا، دي جايه من الاي بي ام المدن ريسيرش سنتر في كاليفورنيا، ونقلوا ذره ذره، دي ذرات حديد على خلفيه من النحاس، ودي كل واحده من دول ذره، حطوهم كده بشكل دايره. فالصورة دي صورة مشهورة جدا، بس طبعا لا تسمح بالتصنيع، يعني مش ممكن حد هيصنع ذرات بالشكل ده. عشان ناخد فكرة قد ايه الدقة اللي كان وصلت اليها الحكاية دي، نفكر نفسنا شوية بالسكيل بتاع الذرة، لانه ده برضو مهما الواحد يقرأ فيه ويفكر فيه بتبقى صعبة جدا. لو اخدنا كرة عادية وكبرناها لحجم الكرة الارضية، تبقى الذرة تبقى قد ايه؟ قد الاسبرينة. فحجم الذرة بالنسبة للكرة هو
قد الأسبرينة بالنسبة للكرة الأرضية، ومع هذا تمكنوا أنهم ينقلوهم ذرة ذرة، دقة في تصنيع. الحاجة التانية اللي طبعا ملفتة رغم أن احنا عارفينها علميا ورغم أن احنا بنشوف مادة صلدة كده هوت وأنا إيدي صلدة وكل ده موجود، أنه ذرة كلها فراغ. فإذا فكرنا في استاد وبصينا لحجم الاستاد كده، فإذا تصورت أن الإلكترونات اللي بتلف حوالين النواة الذرة بحجم راس الدبوس، فيبقى حجمها انها بتلف بر الاستاد، والنواة اسبرينة صغيرة في وسط الاستاد. يعني من راس الدبوس لاسبرينة بحجم الاستاد وكله فراغ ما بين النواة والالكترونات. هل الذرة دي قابلة انها تبقى سبليت؟ طبعا اينشتاين سنة 1905 كتب المعادلة الشهيرة بتاعته E=mc², وفعلا بعدها ب 40 سنة فجروا أول قنبلة ذرية 16 يوليو 45 في ألاموجاردو في أمريكا، وبعدين استعملت في الحرب نهاية الحرب العالمية الثانية، والحمد لله لم تستعمل بعد ذلك. إنما كانوا بدأوا يفكروا إن النواة دي مكونة من حاجات أكثر من مجرد حاجة واحدة، وإنها ممكن إنها تتفتت وندرسها. فعملوا أول سايكلوترون، ده كان أول سايكلوترون سنة 31، كان 10 سنتي بس. وآدي السايكلوترونز اللي موجودة مثلا ده في إلينوي إنريكي فيرمي، وطبعا أكبر منه بكتير قوي اللي موجود في سيرن في أوروبا دلوقتي، بقى ضخم جدا. عدد الكمبيوترات والعلماء اللي بيشتغلوا في قياس التجربة الواحدة في السايكلوترون ضخم جدا. في سايكلوترون صغير على فكرة مبني ما بين الأردن وإسرائيل وبمشاركة من الأردن وفلسطين ومشاركة نوعية لعلماء مختلفين من مصر أيضا، اسمه سيزامي بروجيكت. بتبان المكونات بتاعت الذرة في اللي نسميه بابل تشيمبرز، من طريقة الحركة بتاعتها، وإن كانت بتعيش الجزيئات ده هي أقل من مليارات من الثواني. فعن طريق رسومات كمبيوترايزد بالشكل ده بنقدر احنا ندرسها بالمزيد من الدقه ونعرف بالظبط حجمها وسرعتها وتحركاتها. وعرفنا ان مكونات الذره لها مكونات، يعني مكونات النواه بتاعت الذره قلنا فيها بروتونات ونيوترونات، وداخل البروتون والنيوترون في تكوينات تانية بنسميها الكواركس، والكواركس ده هي حجمها 1/10^18 من المتر. يعني الأحجام غير معقولة في تناهي الصغر، والكواركس دي اللي بتكون النيوترونز والبروتونز. وإيه مكون الكواركس بقى؟ مش عارفين نحلها لسه لغاية دلوقتي، وفي بعض الناس وعلى رأسهم واحد اسمه إدوارد ويتن عملوا نظرية السترينج ثيوري. السترينج ثيوري بيقول انه الكواركس دي بيسموهم اب وداون كواركس وتشارم وبتاع، المهم سيبك من التسميه دي، كلها عباره عن سترينجز من البيور انرجي بتذبذب، وكل ذبذبه هي اللي بتدي الطابع المختلف. ده قد ايه؟ 100 بليون بليون تايمز اصغر من البروتون. يعني فعلا في شبه استحاله الواحد يقدر يتخيل ايه اللي يقدر يعمله. والبروتون ده جزء من الاسبرينة اللي تبقى جوه الاستاد، والاستاد ده كله حجم اسبرينة لو الكره اللي بنلعب بيها بقت حجم الكره الارضيه. فتتخيلوا احنا بنتكلم على معيار شكله ايه. في هذا العالم، العالم اللي هو داخل الذره، القواعد اللي احنا بنعرفها عن الفيزياء بتنتهي ولا تنطبق، وتنطبق قواعد الكوانتم فيزيكس. الكوانتم فيزيكس دي فيها حاجات عجيبة جدا، فيها ظاهرة الديواليتي، ان الجزيء او البارتيكل نفسه يبقى بارتيكل ويبقى ويف في نفس الوقت. في الانسرتينتي، انه بيتواجد في اكتر من حتة في نفس الوقت وبيتبلور في مكان واحد. في النون لوكاليتي، ان ملوش مكان محدد.
وفي ان بنشتغل ببروبابيليتيز. فالبروبابيليتيز دي نظريه عامه، وفي حاجه اسمها انتانجلمنت كمان. ازاي حكايه الويف بارتيكل دواليتي دي جايه من، طبعا كان نيوتن قال ان الضوء عباره عن بارتيكلز، واستشهد بهذا ان الصوت بيلف حوالين الاركان، الضوء ما بيلفش حوالين الركن، وبالتالي انه عباره عن بارتيكلز بيصدها الركن، بينما الصوت عباره عن ويفز لانه بيعدي. توماس يانج عمل تجربه اثبت فيها الانترفيرنس باترن من تو سليتس. الواحد كان يتوقع ان الصوره تبان تو سليتس بس، لما بتطلع الصوره ده هي صوره انترفيرنس باترن، فاثبت انه عباره عن ويفز. الصوره دي غريبه جدا، دي التجربه بتتعاد 50,000 مره من وقت توماس يانج في القرن اوائل القرن التاسع عشر. هذه التجربه حتى لو حطينا فوتون واحد بنبعته ويعدي من الحكايه، بيعدي من اليمين ولا بيعدي من الشمال؟ فازاي لما ابعت فوتون واحد ورا فوتون واحد ورا فوتون واحد تتكون صوره بتاعت موجات متداخله؟ الشرح الوحيد، وهو شرح يتنافى مع فهمنا، هو ان الفوتون بيعدي من التو سليتس في نفس الوقت، بيعدي من الخرمين في نفس الوقت. ازاي طبعا هذا يتنافى مع فكرنا؟ بس ده لان فكرنا مبني على الحواس بتاعتنا اللي هي مرتبطه بحجم جسمنا. ما احناش عايشين في السكيل بتاع الصغير قوي ده، وده عالم تاني خالص، وقواعد الفيزياء فيه مختلفه. ولذلك يعني المهم عايز اقول لكم حاجه هنا، ان اللي عملوا الحاجات دي كلها كانوا صغيرين جدا زيكم كده، واصغر منكم كمان. يعني اينشتاين لما عمل الثوره الفكريه بتاعته كان عمره 26 سنة، وكذلك فيرنر هايزنبرج لما عمل الانسرتينتي برنسبل كان عمره 26 سنة واخد جايزة نوبل عمره 31 سنة، وكذلك بول ديراك عمل اول كروموداينامي او كوانتم داينامكس كوانتم ميكانكس برزنتيشن كان عمره 24 سنة، وتنبأ بوجود الانتي ماتر وعمره 26 سنة، وايضا اخد جايزة نوبل عمره 30 سنة. ومش بس في الفيزياء، يعني في البيولوجي مثلا جيم واتسون مكتشف الدي ان ايه كان عمره 25 سنه. فاحنا عندنا يعني ما شاء الله امل كبير في الشباب اللي موجودين انهم يشاركوا في هذه المسيره. فان البارتيكل، هايزنبرج قال ان في حاجه اسمها انسرتينتي، ما اقدرش اعرف البارتيكل فيها عندها، يا اعرف البوزيشن بتاعتها يا السرعه بتاعتها، اعرف السبين بس ما اعرفش على ويتش اكسس، ولو قيسته بيتحدد بصوره واحده. فقال يعني تصور ان اذا احنا بنتكلم في الكوانتم بيبقى في ويف ماشيه كده، والبارتيكل هي في كل حته في نفس الوقت، فبنقول البروبابيلتي انها تتواجد هنا 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 موجوده، لو جيت اقيسها بيحصل لها كولابس وتتواجد في مكان واحد. بقى البروبابيلتي هنا بتصبح 100% انها متواجده هنا. و اغرب من هذا كله حكايه الانتانجلمنت، ان التو بارتيكلز يبقوا مرتبطين ببعض بصوره انهم يبقوا جزء من حاجه واحده، ولو واحده راحت في المريخ واحده هنا وقست واحده وغيرتها تروح الثانيه متغيره في نفس اللحظه. وفي تجارب اثبتت هذا انه فعلا موجود. بقول لكم الكلام ده ليه؟ لان هذه الخواص الغريبه هي اللي بتجند لصناعة الكوانتم كمبيوترز، الكمبيوترات اللي هي في الجيل اللي بعد الجاي ان شاء الله. المهم ان الكوانتم تفتح ابواب كبيرة جدا، منها التليبورتيشن. هل ممكن احنا ننقل انسان بدل ما نسفره الى المريخ او الى زحل او الى غيره، هل ممكن احنا ننقله نقلة لو في جهاز هنا وجهاز هناك زي الروايات بتاعة ستار تريك؟ الرد ايوة ممكن، وانه فعلا من 97 يعني فات 10 سنين اوريدي، زايلينجر وديمارتيني الاثنين في المجموعات بتاعتهم قدروا ينقلوا
بارتيكل واحدة مسافات. فالله أعلم هيحصل لنا إيه في المستقبل، إنما قطعا في حاجات جديدة، تطبيقات جديدة جاية في هذا الفهم الجديد. إلى فترة حديثة، إلى نهاية القرن الماضي، كان عندنا مشكلة في النظريات العلمية في الفيزياء، لأن أينشتاين رغم أنه هو برضو من أباء نظرية الكوانتم انفض عنها وركز على النسبية، وكانت نظرية النسبية من ناحية ونظرية الكوانتم من ناحية مش قادرين نربطهم مع بعض، إلى أن جت نظرية السوبر سترينجز، السوبر سيمتري والسترينجز، وده اللي كنت لسه بشرحها شوية للحجم السترينجز فيها قد إيه. بس دي بتحتاج لأعداد كبيرة من الدايمنشنز. إحنا معتادين مع أينشتاين كنا نتكلم من 4 دايمنشنز، 3 دايمنشنز للفراغ ودايمنشن الزمن الرابع. لا، هنا بنتكلم على 10 و11 و8 و12 دايمنشن. الدايمنشنز دي تبقى موجودة متكعبلة كده، متكببة في حتت صغيرة، واللي هي السترينجز هي اللي بتشرحها النظرية دي. وكان في فترة طويلة لغاية 95 كان نظريات مختلفة للسترينجز ثيوري، الناس مش عارفة أني واحدة مظبوطة، إلى أن أتى إد ويتن سنة 95 وقدم بيبر وسماها الام ثيوري بتاعته، بين أن النظريات المختلفة دي كلها عبارة عن حالات خاصة من نفس النظرية، فرفع الضبابية اللي كانت موجودة في السوبر سترينج، ولم التطبيقات بتاعت السترينج ثيوري كلها في إطار رياضي متكامل. ده بيدينا بقى فكرة ان احنا ممكن نروح towards a unified field theory اللي تضم النسبية مع الكوانتم فيزيكس. ودي عبارة عن ايه؟ لو حطينا قوانين الحركة بتاعت نيوتن اللي هي نيوتونيان ميكانيكس في الاصل هنا ما فيهاش جرافيتي، فهنا هنزود جرافيتي، وهنا هنزود طاقة الكوانتم، وهنا هنزود سرعة الضوء. فأول حاجة في نيوتونيان جرافيتي موجودة هنا، في هنا سبيشال ريلاتيفيتي بتاعت أينشتاين 1905 موجودة هنا، في الكوانتم ميكانيكس موجودة هنا، في الجنرال ريلاتيفيتي بتربط ما بين سبيشال ريلاتيفيتي ونيوتونيان جرافيتي بالشكل ده، في هنا هوت النيوتونيان كوانتم جرافيتي في الحتة دي، وفي هنا هوت الكوانتم فيلد ثيوري هنا، والامل الكبير ان احنا نعرف نربطهم كلهم في الثيوري اوف ايفريثينج اللي تدخل، يعني بتبتدي معاها نيوتونيان ميكانكس وبتزود عليها الكوانتمز اوف انرجي والجرافيتي والضوء، سرعه الضوء. فده التركيب، احنا لسه ما وصلناش لدي. الناس اللي بتشتغل في السوبر سترينجز بيقولوا هي دي اللي هتربط الحاجات دي كلها مع بعضها. ايا كان التطبيقات بدات اوريدي، فالكلام اللي بقوله ده مش كلام نظري بس، في تطبيقات كثيره منها الكوانتم دوتس. يعني الكوانتم دوتس دي مقدره ان الدوتس دي بتتذبذب بالوان مختلفه من نفس التشارج، ونقدر يعني تبقى حجمها نانومتر، اللي هو طبعا انتوا عارفين نانومتر ده مليار مليار من المتر، وتقدر نغير السايز والشيب والماتيريال والكوتينج، فبيغير لي شكل الديتيرمينتس اوف كلر، والسايز اوف ذا كوانتم دوت هو اللي بيغير اللون. طب والسايز مانيبيوليشن طبعا نسبيا سهل، فممكن نغير الالوان ونضيف الحاجات دي بطريقه دقيقه جدا. طب ايه التطبيق بتاعها؟ ده بس عامه البلو از سمولر سايز والريد از بيجر سايز. بنقدر نعمل تاجز للدي ان اي، وبنعمل تاجز تانية، وبنعمل تطبيقات أخرى، إنما من ضمن تطبيقات الكوانتم ليزر دايود. ودلوقتي في السوق الـ HDTV DVDs والبلوراي DVDs مبنية على الكوانتم بروبرتيز اللي بنتكلم عنها. فإذا الكلام ده مش كلام نظري بعيد عن التطبيق. بلوراي و HDTV و HDDVD دلوقتي دي فورماتس بتتباع في الأسواق، وفي معركة ما بينها على مين اللي هيكسب السوق بتاع الدي في ديز مستقبلا. كذلك في السولار باور، احنا في الطاقة الشمسية، فوجدنا طبعا من أيام أينشتاين وأخذ النوبل برايز بتاعه على البيبر بتاع الفوتو إلكتريك إفكت، بين إن في إلكترون ذات إز لوست لما بيجي فوتون من الشمس أو الشمس بيأثر فيه.
احنا بالكوانتم فيزيكس قدرنا نوصل الحكاية دي من 7 إلكترونات بفوتون واحد، انه يطلع لنا 7 مرات الطاقة الكهربائية اللي هي الإلكترونات اللي جاية من نفس القدر من الطاقة الشمسية. فعلماء بيشتغلوا على هذا التطبيق النهاردة. احنا في مصر طبعا الطاقة الشمسية تهمنا جدا، يعني احنا ما شاء الله عندنا طاقة شمسية 365 يوم في السنة، بينما الناس اللي بتشتغل على الحاجات دي في الدنمارك وبتاع ده لو شافوا الشمس 40 يوم في السنة يبقى كويس، بقية الوقت بيبقى كله مغيم وأرض وحشة. فده بعض التطبيقات اللي احنا فيها، نحطها على جنب وهنرجع لها تاني. نتكلم عن البيولوجي. البيولوجي طبعا انتوا عارفين النيو بيولوجي كله مبني على اكتشاف الدي ان ايه ومكونات الدي ان ايه، وفي بيزنس كبير قوي اسمها دلوقتي بايو تكنولوجي كلها. والريفولوشن دي جايه من ان داخل كل نواه من كل خليه في كل كائن حي في تصنيف كامل للجينوميك ستراكشر بتاعته بتدي بالظبط هذا التوصيف. فرغم ان انا عندي خلايا جلد وخلايا دم وخلايا عظم وخلايا شعر وخلايا عضل وكل الخلايا اللي في جسمي دي كلها، كل واحده فيها التصنيف الكامل لصناعه اسماعيل سراج الدين، وكل خليه من دول بتجدد نفسها. بتجدد نفسها ازاي؟ ان داخل اللي متكبب جوه الخليه ده في جزيء اسمه الدي ان ايه. الدي ان ايه ده مكون عامل زي سلم كده ويتفك زي السوسته بالظبط، ويرجع كل جنب يكون التاني. ليه؟ لانه المكونات بتاعته ما تجمعش الا مع بعضها، يعني الادينين يجمع مع التايمين والسيتوسين يجمع مع الجوانين زي ما هو مرسوم كده. فلما يتفصل ده من ده ايه اللي يقدر يلضم مع ده؟ التي ده مش هيلضم معاها الا ايه، والجي دي مش هيلضم معاها الا سي، فهيرجع يكون من الناحيه دي، ومن الناحيه دي هيروح مكون نسخه طبق الاصل مرتين. لما يتفصل كده زي السوسته كل نص يعرف يكون النص الثاني لوحده، وده هو سر التجديد اللي بيحصل. زي ما حصلت الثوره الرقميه في المعلومات بان وجدنا ان احنا نقدر ننقل الصوره والصوت والكم والكتب والكتابه وكل الموسيقى والحاجات دي كلها الى زيرو وواحد، وجدنا كذلك ان في الجينومكس ان كل الكائنات الحيه ايا كانت الدوده والنبات والخروف والنعجه والانسان والسمكه كلهم عندهم دي ان ايه مكون من نفس الاربع حروف دي. يعني هنا 01 هنا 4 حروف. وبالتالي بدانا نعمل سيكونسنج لكل حاجه، وزي ما انتم عارفين سنه 2000 توصلنا الى اول سيكونس للهيومن جينوم كله، واكتشفنا انه ما كانش عندنا 100,000 جين، انما 31,000 جين بس. وكنا بدانا بالتوبركلوزس وبالخميره وبالدبانه وبالدوده وبالزرعه والى الانسان. ده برضه فتح لنا ابواب جديده وفهم جديد لما يحدث داخل الخليه الواحده. دي بالنسبه للناس اللي منكم اللي همش بتوع بيولوجي، ده مقطع في خليه بيبين الحاجات اللي موجوده فيها وداخل النواه اللي احنا عايزين نوصل لها. يفتح بقى بوسيبيليتيز كبيره جدا، منها طبعا سنه 97 العالم كله صدم بحكايه استنساخ دولي، النعجه دولي. على فكره النعجه دولي دي صاحبتي يعني، واعرفها كويس قوي هي وقالتها جميعا، واديني باكلها اهو دي دولي شخصيا الله يرحمها بقى لانها خلاص انتقلت الى الرفيق الاعلى. ودولي لازم نعرف يعني اهميه دولي، ان بنقول طيب لو كل خليه موجوده في جسمي سواء جلد او دم او فيها التوصيف الكامل لهذا الكائن، ليه بتطلع عباره عن خليه دم ولما تنقسم بتعمل خليتين دم، او خليه جلد ولما ينقسموا يعملوا خليتين جلد، ما بيعملوش هذا متكون تاني؟ لانه بنبدا طبعا ببويضه، والبويضه الملقحه زي ما انتم عارفين الحيوان المنوي بيلقح البويضه فبتكتمل وبعدين بتنقسم. الجزء الاولاني ده لسه undifferentiated، بعد شويه يبتدي يحصل differentiation. اول ما يحصل differentiation بقى في سيجنالز داخل الخليه
يعني فعلا معجزات الواحد لما يفكر فيها في الحجم اللي احنا بنتكلم فيه ده. هذه التقسيمات اللي داخل الخليه بتقول لها هوب انت تبقي خليه دم، انت تبقي خليه عضل، انت تبقي خليه عظم، انت تبقي خليه جلد وهكذا. ويفضل الحكايه دي بتحصل. في دولي عرفوا ياخدوا خليه من خروف كبير مش من الجزء الاولاني undifferentiated ويخلوها تطلع حيوان كامل. ده كان الانجاز الطبي او الانجاز العلمي اللي حصل. بس المهم انا عايز الفت نظركم، نجاح واحد في 277 تجربه، يعني نسبه النجاح اقل من 1/3%. نسبه الفشل في هذا النوع من التجارب 99.7%، نسبه الفشل في تجربه زي دولي. ده بيشرح التجربه. وبعد ما طلعت دولي اتجوزت ديفيد ويلش ماونتن رام وطلعت بوني بطريقه طبيعيه جدا، ودي بوني وبوني كبرت وبرده خلفت لوحدها، وده التجارب اللي كنا فيها. وده لما كبرت بوني، وهي جابت كمان ثلاثه تانيين ما ادوهمش اسماء، انما هي وبوني بس اللي لهم اسماء، ودول الثلاثه التانيين. وكانت الحقيقه ماتت صغيره، لانها الغريبه جدا ان اخذوا الخليه بتاعه دولي من نعجه عمرها 6 سنين، ومتوسط سن عمر النعجات دي 12 سنه، انما دولي عجزت جدا على 6 سنين، وكان ال6 سنين الاولانيه كانت محسوبه في عمرها. ودي حاجه بتيجي من حاجه مسميها تيلوميرز. ادي اللي بيحصل في الكروموسومات اللي موجوده، بكل ما الخليه بتنقسم بنفس الطريقه اللي وريتها لكم دهين، كل مره تنقسم يقصر شويه التيلومير. ده اللي احنا بنسميه ان احنا بنعجز، ان الانسان بيعجز وبيوصل لدرجه ان التيلومير يقف، يقوم يبطل يجدد نفسه، يقوم الانسان يموت او الحيوان يموت، اي قطه كلب اللي هو، كل هذه الظاهره هي هي. فوجدوا ان التيلوميرز بتاعت دولي كانت قصيره عن سنها، فماتت وعمرها 6 سنين. ده على فكره روبرت ماي كان وقتها كبار علماء انجلترا، بعد كده دلوقتي سير روبرت ماي، ثم لورد ماي اوف اوكسفورد، وكنا سوا في نفس بنتكلم على الضوابط اللي لازم تتحط لاقامه ابحاث زي دولي. وطب احنا بنهتم ليه بالحكايه دي؟ لان عايزين نصنع حاجات تعمل لنا حل كبير. منها يقول لك طب احنا ممكن نصنع بكتيريا. بس البكتيريا تقدر تعمل لنا حاجات محدوده جدا. بروتينات بسيطه قوي داخل البكتيريا. احنا كانسان محتاجين سواء دواء زي الانترفيرون، زي الناس اللي عندها بليدنج الهيموفيلياكس، بيحتاجوا لادويه عشان يحصل تجلط للدم، والا يبقى اي جرح ينزف الى الموت يعني. ففي هيومن بروتين زي الانسولين، زي الانترفيرون، وزي الكلوتينج فاكتور، ممكن نصنعه من لبن الثدييات زي النعجه او البقره او المعيز او اللي هو. وده طبعا بيبقى مفيد جدا انه بيتعمل بكميه كبيره قوي. وده حصل فعلا. نعجه ثانيه اسمها بولي دي طلعنا منها امكانيه ان احنا نعالج حكايه النزيف دي. بولي بقى لما انا عملت بولي، يبقى انا يهمني بقى ان اضمن، مش هقعد بقى اهجن واعمل الحكايه دي تاني من الاول، ان اعمل نسخ من بولي. ولذلك فكره استنساخ الثدييات دي مش مساله علماء مجانين عايزين يشتغلوا، لا، الانترفيرون والانسولين والحاجات دي غاليه جدا، ممكن لو طلعناها في لبن قطيع من الحيوانات دي هيبقى ثمنه بسيط، وهيبقى في متناول عدد كبير من الناس، وناس كتير تتعالج وتستفيد لمصلحة الإنسانية. فمتخيلين ان بيولوجيكلي ممكن نحول عملية اللبن دهيا الى مصانع لأدوية مستقبلية. ومن ضمن التطبيقات الغريبة جدا اقول لكم عليها قضية العنكبوت والمعيز.
دي طبقت في كندا دلوقتي وبدأت تتجه. طبعا كلنا شفنا الروايات بتاعت سبايدر مان واللي مش عارف عضته عضه عنكبوت فاكتسب صفات خاصة جدا، انما الفعلي ما هوش سبايدر مان، هو عبارة عن دعجة او معزة بالاصح. المعزة الحقيقية از سوبر هيرو. ليه احنا مهتمين بالعنكبوت؟ العنكبوت عنده صفات غريبة. داخل الابدومن بتاعه في سبينرات، سبينرات دي صورة السبينرات المكبرة، وبتطلع منها الخيط اللي هو خيط العنكبوت اللي بينسج منه بيته اللي هو هذا البيت. الخيط بتاع العنكبوت من اقوى المواد اللي موجودة في الدنيا. ما تتصوروش قوتها قد ايه. يعني اولا هو رفعه عشر حجم الحرير بتاع دوت الاز، عشر حجم دوت الاز، ولكن قوته من مرتين الى خمس اضعاف الصلب. اقوى من حديد الصلب مرتين او خمس اضعاف، رغم ان حجمه عشر حجم خيط الحرير بتاع ال دوت الاز. وانتوا عارفين الناس اللي بتلبس الفيست ده هنا عشان لما يضربوهم بالرصاص ما يعديش الكيفلر. خيط العنكبوت اقوى مرتين من الكيفلر، وفي مرونه اكتر من النايلون. يعني في استحاله يعني الواحد يلاقي حاجه زي كده. فقال لو عرفنا ناخد سلك خيط العنكبوت ده ممكن نعمل ليه. تركيبة الجزيئات فيه أو الموليكيولز فيه قوية جدا، فاحنا لو عرفنا نضم ده سلك العنكبوت ده هنقدر نعمل منه حاجات زي مثلا فيست تحمي من ضرب الرصاص، تبقى خفيفة جدا بدل البتاع اللي عاملة زي المدرعات ده، ولكن في نفس الوقت هتبقى قوية جدا. طيب ازاي بقى هخلي الخيط العنكبوت ده؟ مش ممكن هاخد بقى عنكبوتة عنكبوتة هاخد منها الخيط بتاعها. فقالوا برضو نرجع لحكاية اللبن، ووجدوا ان في بروتين مشابه للبروتين بتاع السلك خيط العنكبوت في لبن المعيز، وحطوا سبايدر جين جوه الامبرايو بتاع الدي ان اي بتاع المعزه، وترتب على كده ان في ماميليان سيلز جواها سبايدر سلك جين. طبعا الناس تقول طب عندك بقى خرفان بتمن رجلين وبتاع، لا مش هيبقى في حاجه من دي خالص. انما اللي بيحصل انه في لبن المعزه بيطلع سلك فايبرز بيسموها بايو ستيل، ودي ممكن انها تستعمل عشان يعملوا بولت بروف فيستس. وكل اللي بيعملوه انهم بس بياخدوا زي ما بنشيل كده القشطه، بياخدوا الفات ده هو وبعدين يضربوه ويطلع سترونج از سبايدر. فدلوقتي في قطيع من دول في كندا وبداوا يصنعوا الحكايه دي، وعايزين يعملوا فيست خفيفة جدا بحيث الواحد يقدر يلبسها بالشكل ده. فدي تطبيقات من التطبيقات اللي بتحصل بالنسبة للنيو جينيتكس اللي موجودة. في البايوتكنولوجي أنا كنت بستعمل الصورة ده هنا في التسعينات، وأتساءل مستقبل البايوتكنولوجي سنة 2000 و2010 و2030 و2020 هيبقى رايح فين؟ وكنت بقول إن إحنا هنكون الدي إن إيه نجمعه زي ما إحنا بنجمع كده الليجو سيتس ده هنا، وانه هنطلع منه ايه الله اعلم. يمكن الفلاح الامريكاني بقى هيطلع قمح كبير ولا مش عارفين، بس ده طبعا كرتون. بس على فكره ده مش كرتون، ده بحقه حقيقه، دي خياره كرتون ريل، ده بحقه حقيقه. ففي تطورات بتحصل في الحكايه دي، انما الاستفاده طبعا ان احنا بنزود المضمون الغذائي اللي موجود في الاكل اللي احنا بناكله. ورغم التخوفات فالواضح انه غير صحيح، ان بيحصل فعلا بيتر نوتريشن. واهم تجربه من هذا النوع تجربه الجولدن رايس اللي دخلت فيتامين اي جوه الرز، واللي عملها واحد اسمه انجو بوتريكس وواحد اسمه ران باير. اخذوا جينات من الدافوديلز ورده الدافوديل ومن الاروينيا باكتيريوم، وعملوا منها بلازمد ودخلوها في الاجروباكتيريوم ودخلت جوه نبات الرز. ليه الحكايه دي؟ لان الرز ما بيحطش الفيتامين اي جوه الحبه، بيحطه في الورق بتاع الرز، ورقه الرز. فعايزينه يحطه جوه الحبه عشان في اطفال كتير بيموتوا
من قلة الفيتامين A، تقريبا نص مليون في العالم و14 مليون بيفقدوا البصر نتيجة لقلة الفيتامين A. فهم دول فقراء جدا واغلبهم في اسيا، فلما بياخدوا فيتامين A من الرز هيساعدهم في الحكاية دي، ودول العلماء اللي عملوا التجربة دي. كذلك دي تجربة، دي سلايد بحب استعملها كتير، دي ملاش دعوة بالخنازير. السلايد دي دول الخنزيرين دول توأم، واحد اكل ذرة عادي والتاني اكل ذرة مقوى. اظن مش محتاج اوريكم ولا جرافس ولا مقاييس ولا غيره. في دلوقتي تجارب بتحط فاكسينز في الطماطم عشان نقدر ناكلها، وده كله الهدف منه طبعا ان احنا نساعد الناس اللي يبقى عندها longer more productive lives. انما تخيل انا كنت بقول الكلام ده سنة 95 97 بس بستعمل الصورة دي، الصورة دي كنت بقول 2010 و 2030، لا تحققت السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت ده نيوز ويك، مش حتى ساينس ولا نيتشر ولا بتاع، كريغ فينتر اللي كان واحد من اللي قاسوا او اللي عملوا الهيومن جينوم، اخذ براءة اختراع على تكوين ذا فيرست سينثيتيك اورجانيزم. وادي براءة الاختراع رقمها اللي قدمها في امريكا، وبراءة الاختراع اللي مقدمها عشان ياخد اختراع على 100 دولة في العالم في الوايبو في جنيفا. فيعني ده بكلمكم بحاجات اتطبقت في مايو 2007، فبقى لنا سنة في الحكاية دي دلوقتي. فينتر اساسا اخذ ده الخلية وده النيوكليس بتاعها، وشال الجينيتيك كونتنت بتاع النيوكليس، بسميه ان انيوكليتد او الاوسايت، بنشيل منه الدي ان ايه المكون الحيوي فيه، وبعدين اخذ الاي والسي والتي والجي وكون دي ان ايه موليكيول فيه الصفات اللي هو عايزها، وراح حطه جوه ان انيوكليتد ايج زي دي، عمل له انسرشن وحصل اكسبريشن ليه. وده هو براءة الاختراع. وهو عايز يعمل كده ليه؟ طبعا العملية دي خوفت ناس كتير وقالوا هو بيحاول يخلق الحياة ويعمل، وان هو راجل بيزنس مان ما هوش عالم والى هذا، وهيطلع لنا حاجات غريبة جدا في الدنيا وبتاع. ولكن في هدف، هو بيقول دلوقتي احنا الناس بتستعمل بايو فيولز وبتشيل الذرة والقمح والصويا من الاكل، وبيحاولوا يستعملوا بديل للبترول. طب ما نعمل بديل للبترول من البكتيريا، نعمل بحيث انه ما يحترقش وما يعملش التأثير المناخي الاحتباس الحراري، ويبقى ما يأثرش في الغذاء وفي مشاكل الغذاء. ده اللي هو عايز يعمله. فلما واحد قال له طب عايز تعمل كده ليه؟ قال له والله لو نجحت فأنا مش بس هجيب مليارات الدولارات، يمكن اوصل لغاية 1,000,000,000,000 دولار او اكثر في ثروتي الخاصة يعني. فاذا نجح انه يجد بديل للبترول ويصنعه بالبكتيريا ممكن كده. على فكرة المعلومات طبعا ان في تصنيع بالبكتيريا مش بس عن طريق اللبن، انما ده الخميرة. الجيتس فونديشن دفع 42 مليون دولار لتجربة صناعة ارتميسينين. ارتميسينين ده دواء بنجده في الطبيعة في نوع من النبات بس صعب التواجد فيه. ده كويس بالنسبة للملاريا، الملاريا اللي هي ريزيستنت للكنين بالارتميسينين بيشتغل. بس ازاي يعمل ارتميسينين؟ فبيحطوه في الخميرة وبيجندوا الخميرة انها تعمل هذا الشغل كمصنع صغير. فاذا ممكن فعلا الواحد يتخيل ان البكتيريا بتاعت كريغ فينتر تعمل حاجة. انا لو اخدت بكتيريا ونمتها تقدر تنمو قد ايه؟ هقول لكم ارقام تخضكم. لو مفيش حدود عليها ممكن ان من بكتيريا واحدة اغطي الكرة الارضية في اقل من 3 ايام. في اقل من 3 ايام. فطبعا ما بتستمرش الى الابد بالشكل كده، انما بيحصل لها حاجة تانية. بينما في نفس الوقت في السينتاتيك بيولوجي في واحد جورج تشيرش، جورج ده في بروفيسور في هارفارد، بيقول انا بقى لا 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 كريغ فينتر ده بيغش، ده عمل الدي ان اي وحطه جوه خليه، انا هعمل خليه فروم سكراتش، هكون الامينو اسيدز وهكون الدي ان اي وهكون كل حاجه. وقال لي انا شفته اخر مره في يناير اللي فات، قال لي ايم اون سكيدجول هخلص على نهايه 2009. وايه بقى اللي هيصنعه ده؟ مش عارفين. دي الايكولاي
الاشاريه طبعا اللي هي اشهر بكتير، ودي هل روبوت صغير هيعمل ايه. انما جورج مش ده، عايز اقوله دول ناس مش مجانين، دول ناس كبار علماء في العالم. يعني لما جاء كوفي عنان دعا مجموعه 10 من الشخصيات اللي اتكلموا في البيولوجي في مع الامم المتحده، وانا كنت منهم، كان معايا جورج برضه، جورج شاش كان معانا في الاجتماع اللي عمله العشرة اللي عملهم كوفي عنان. فكريك بنتر كذلك له سجله السابق، ما تنساش ان هو في كراكينج ذا كود هو اللي عمل الحكايه دي، وانا اعرفه كويس. دي كلير فريزر كانت مراته السابقه، وده اول جينوميك سيكونسنج اتعمل، واتعمل في حاجه اسمها تايجر اللي هي انستيتيوت فور جينوميك ريسيرش اللي كان موجود في روكفيل ميريلاند قبل ما هو يروح ويكون شركه سيليرا ويعمل مسابقه مع فرانسيس كولينز اللي كان بيرأس الببليك بروجكت، وبيشتغل مع هاملتون سميث. وهاملتون سميث ده واخد جائزه نوبل في البيولوجي، وهو اللي بيشتغل معاه في السينتاتيك، التكوين السينتاتيك. كريج ما هوش مجرد عالم، هو ايضا بيزنس مان وبينفذ الحاجه. يبقى اذا يعني انا بوريكم دلوقتي وصلنا الى ايه في بعض الحاجات اللي وصلنا لها في البيولوجي وفي الفيزيكس. في الانفورميشن تكنولوجي طبعا احنا كلنا عارفين السوفت وير وبيل جيتس واللي عمله مع ويندوز وغير ويندوز والى هذا. والهاردوير، الهاردوير له قصه مش هختصرها جدا، ان بدانا باول حاجات تساعد الناس في العد اللي هي الاباكس، برضو زي الدايره اللي اتعملت بالذرات، ده اباكس معمول بالذرات حركوه. يمكن اول مكنه حاسبه عملها بليز باسكال في القرن السابع عشر، اهي دي صورتها، كانت اول مكنه حاسبه. وبعد كده ذا ريل كمبيوتر كان تشارلز بابج في القرن التاسع عشر في انجلترا، وعمل هذا الجهاز اللي هو كان فعلا ممكن يتبرمج. وبعدين البدايه بقى في اثناء الحرب العالميه الثانيه، والان تيورينج بنى الاجهزه دي عشان يفك الشفرات بتاعت الالمان، وبنى اول كمبيوتر 1944 في بلاتشلي بارك اللي هو صورته بهذا الحجم. والامريكان تقريبا في نفس الوقت او بعديه بشهور في 1945 بنوا انياك اللي هو اوضه كامله زي ما انتم شايفين كده، وكان بتشتغل بالفاكيوم تيوبس. سنه 46 ادفاك كان اول كمبيوتر يقدر يتبرمج، مش مثبت على عمليه واحده. ولكن الثوره بدات 47 لما ويليام شوكلي وجون باردين وولتر براتين اخترعوا الترانزستور. الترانزستور طبعا هو الاساس بتاع الثوره بتاعت الانفورماتكس والثوره بتاعت الالكترونكس كلها. سنه 51 اول كوميرشال كمبيوتر مبني على ترانزستورز بدا يتواجد، وكان فيه كريستال دايودز وريليز وتيوبز برضو لسه الى فتره ما. وسنه 64 الاي بي ام 360 سيستم، ده اللي اشتغلت عليه انا بقى. انا كنت في الجامعه وكنت بشتغل في الانفورماتكس في جامعه هارفارد، وكان عندنا جهاز بياخد اوضه كامله. والصوره هتضحككم شويه، طبعا احنا كنا بنشتغل بالبانشت كاردز وقتها، ما كانش في حاجه اسمها الواحد يدخل باللابتوب، وكان المين فريمز شكلها ضخم جدا والناس تروح تتحرك فيها. ادي حجم جهاز الكمبيوتر، بياخد اوضه كامله بالشكل ده. دي صوره جميله جدا، شركه راند من شركات اللي شغلتها انها تستشرف المستقبل. في 1960 تخيلوا ان ممكن يبقى فيه هوم كمبيوتر. فقالوا يبقى شكله ايه؟ فعملوا الشكل اللي انتم شايفينه ده. فاظن ده كان التخيل سنه 1960 الهوم كمبيوتر هيبقى شكله ايه. شوفوا سرعه التطور اللي حصل، 64 كانوا مصورين كده، 64 الكمبيوتر واخد اوضه كامله بتخدم عليه اللي هو السكيل، 64 اول اختراع للماوس، الماوس اللي احنا بنستعمله ده لغايه دلوقتي ده داج انجل بارت، بس الماوس كان شكله كده زي ما انتم شايفينه هنا. جاك كيلبي اخترع اول انتجريتد سيركت في الستينات. سنه 72 اول جيم اتعمل بونج، كان مجرد كره تيجي كده وتطلع كده والمضرب يتحرك، تخبطها كده وترجع كده، تخبط كده بس. دي كان اول جيم طبعا، ما قلتلكوش حصل ايه بعد كده. 75 اول بدا يبان شكل الكمبيوتر متقارب اللي احنا نعرفه،
والاي بي ام 5100 اول بورتابل. بورتابل ده على فكره انا اشتغلت بيه، ده كان تقريبا حجم بتاع دي، كان شنطه كبيره كده وتقيله جدا الواحد يشيلها معاه. وبعدين سنه 81 اول كمبيوتر بالشكل الحديث وتطور فيما بعد، الماكنتوش اول بي سي وذا جرافيك انترفيس، وصلنا للمودرن لابتوب بالسرعه دي. بوريكم ده ليه؟ لان هوريكم كمان شويه الكوانتم كمبيوتر، والناس هتقول شكله كلانكي قوي، بس لو افتكرنا شكل الانياك والكولوسس والحاجات دي في الاول هنجد انه ممكن يتطور الكوانتم كمبيوتر. الانفورميشن ثيوري الحقيقه يعني غير كلود شانون وتيورينج، مور وماتكاف هم اللي عملوا اهم حاجه. جوردن مور ده مؤسس انتل، وهو اللي عمل مورز لو، وقال فيها انه كل 18 شهر هتتضاعف قوه الكمبيوترز ويقل ثمنها. وده التطبيق الفعلي الملاحظ، ده لوجاريثميك سكيل هنا من 1000 ل 10000 ل 100000 لمليون عدد الترانزستورز اللي موجوده، وهنا السنوات، وفعلا بنجد ان الخط ماشي بالشكل ده. القوه اللي هو الكمبيوتنج دي از كويت امبرسيف، وده دلوقتي بيفكروا في ويفرز عشان تزود اكتر قوي من الشيبس يعني. اذا نظرنا في هذه الصوره، ناس زي كورتسفايل يقول لك طيب يبقى احنا هنتفوق على الانسان بالكمبيوتر في فتره قريبه من الزمن، ودي مساله ما بين 2023 هنوصل لاول هيومن برين باور، وبعد كده 2050 هنفوق قدرة الإنسانية إنها تفكر. والملفت هو الجراف ده. ده الجراف اللي بيطبق ما نعرفه من تطبيقات وبيبين مورز لو، إنما كل فترة من الفترات كنا بنعمل استشراف مستقبلي. ده سنة 65، 75، 85، 95. إيه الملاحظ؟ الملاحظ إن بمرور كل سنة، مش إن إحنا كنا توقعاتنا كانت متفائله زياده عن اللزوم، لا، ان احنا التكنولوجيا بتسبق التوقعات بتاعتنا، وكل مره نزود تصوراتنا السرعه اللي هنقدر نزود بيها التكنولوجيا. وفعلا التكنولوجيا النهارده بتتحرك بسرعه كبيره جدا. ماتكاف بقى قال حاجه تانية، قال لا، ان ارتباط الحاجات دي مع بعضها مش قوه الكمبيوتر بس، انما هو تشابك الكمبيوترات مع بعضها اللي بيعمل نتورك ايفكت، وهو اللي اخترع الايثرنت. طبعا كلنا بنشتغل بشبكات فبكمبيوترات بتاعتنا، فهو ابو الايثرنت. والقاعده بتاعته قال ان الاستفاده من الكمبيوتر بتزيد كل ما بيزيد عدد الكمبيوترات الموجوده في نفس الشبكه. طب السؤال بقى، طب ده عمال تقوى 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 الحاجه، هل هنصل الى حد؟ هل ليها حد ولا ملهاش حد؟ Are there limits to classical computing؟ الرد يس، لان في النهايه احنا بنشتغل بباينري ديجيتس اللي هي بنسميها البيتس، اللي هي زيروز اند وانز دي، والتيميتلي كل عمليه بتمشي عن طريق بوليان الجبرا بيس اور نو، ترو اور فولس، جو نو جو، بزيرو او 1. العمليات دي بتلف وبتعمل بسرعه كبيره جدا، انما في النهايه المعلومه لازم تنتقل بالالكترونات. ففي مليونز اوف ترانزستورز اند كاباسيتورز موجوده في قلب الكمبيوتر، كل واحده منهم تقدر تبقى ات وان ستيت ات وان بوينت ان تايم، اونلي وان ستيت، يا زيرو يا واحد. بينما السرعه اللي يقدر يتحرك بيها بتبقى واحد على المليار من الثانيه او واحد على مليارات من الثانيه، انما ما زال لها سرعه محدوده. هذه السرعه المحدوده بتؤدي بنصغر وبنعمل فاستر اند فاستر، بس كل ما بنصغر بنوصل لايه؟ بنوصل لنهايه التطبيق لقواعد الفيزياء التقليديه وبدايه تطبيق قواعد فيزياء الكوانتم اللي بدانا بيها. لو صغرنا 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 وصلنا لحجم الذره الواحده، يبقى وقتها القواعد التقليديه بتاعت الفيزياء بتقف، وكوانتم رولز تيك اوفر، بتفتح مجالات دي، كوانتم وورلد تيكس اوفر. فقالوا طيب نعمل بارلل كومبيوتنج ونوصل كمبيوترات مع بعضها ونقسم العمليه ما بينها، انما نقل المعلومه من الكمبيوتر للكمبيوتر هي في حد ذاتها بتاخد وقت ايضا. فانا ما زال في ليميتس موجوده في البارلل كومبيوتنج،
الاوبريشنز within the computers واللينكس ما بينهم ما زالت عليها نفس الكونسترينس اللي موجوده. طب نعمل ايه؟ النهارده العلماء بيشتغلوا في حاجتين، واحده بيولوجيكال واحده كوانتم. بالتالي نقدر نقول لو بدانا بالاباكوس اللي هو البلي ده وباسكال وبابج وبعدين كولوسس وانياك وادفاك والمين فريمز والبي سيز اللي موجوده في الكلاسيكال كومبيوتنج، بنوصل هنا بقى عند الحد ده وبيقتسم الطريق ناحيه الى الدي ان اي كومبيوتنج وناحيه الى الكوانتم كومبيوتنج، والاثنين دول هم النهارده المجالات اللي فيها بحث نظري بيقول بعد ما نصل الى الحد بتاع تفعيل التكنولوجيا بتاعت الانفورميشن تكنولوجي هنوصل الى ايه بعد كده، لازم نختار يا كده يا كده او يبقى في تكامل ما بينهم. هرجع للاثنين دول دلوقتي، بس الاول عايز اقول كلمه على الجزء الثالث في المعادله دي. كلمنا بيولوجي، كلمنا انفورميشن ثيوري، عايزين نتكلم عن نانو تكنولوجي. نانو تكنولوجي دي عباره عن ايه؟ هي العمل على مستوى الذره. ده على فكره هنري رورر اللي اخترع الالكترون تانلينج مايكروسكوب اللي هو بيستعملوه عشان ينقلوا بيه الذرات اللي انتوا شفتوها عاملينها دايره وعاملينها اباكس وبتاع، بيستعملوا الاختراع بتاع الراجل ده. انا اما اقدر ابتدي من ذرات وجزيئات واكبر بالحجم ده، وده مثلا مثل بيولوجي، او ان اخد مكان انا عامله واقعد اصغر فيه عربيه، تليفون، تشيب، مايكرو بروسيسور، فوتو ترانزستورز، نانو ترانزستور، لغايه ما اوصل الى الذره. فاما ان انا بصغر او بكبر. المحاوله الحكايه دي عامله مشكله. يعني طب هو قد ايه؟ الذره اللي كنا بنتكلم فيها 10 نانومتر. فكركم تاني اللي هي تبقى قد الاسبرينه لو الكره اصبحت حجم الكره الارضيه. دي 10 نانومتر. فحوالي حطيت 10 مليون ذره جنب بعضهم يعملوا ملي. ملي متر واحد تقدر يبقى يتقسم الى 10 مليون ذره جنب بعضها. فكركم تاني بالسكيل قلت لكم عليه، وبالرغم من هذا بنقدر نحركهم بالشكل ده. فالنانو تكنولوجي دلوقتي بتقول طيب احنا عايزين نشتغل بالذرات بقى، مش عايزين نشتغل بمكن، عايزين نشتغل بالذرات. ففي طريقتين الحقيقه. في جوينج اب ان احنا نبتدي بالذرات ونعمل سيلف اسامبلي، وده لسه في بدايه المشوار. الفكره طبعا ما اقدرش انقل انا ذره لانه ده شغل صناعيه، يعني عشان تصنع لازم ان هو بقى اذا تجد وسائل ان الذرات تجمع نفسها في تشكيلات بالشكل ده. في بيولوجيكال سيلف اسامبلي طبعا احنا عارفينها، لان البيولوجي بتنمو من 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 خليه واحده وبيطلع انسان، بيطلع فيل، بيطلع حوت، بيطلع اللي يطلعه. انما ممكن نعمل تجميع سيلف اسامبلي ببولاريزيشن مثلا ونكون حاجات شكلها كده، نجمعها على بعض، وادي صور الكترونيه لسيلف اسامبلي بتحصل. وقدرنا نعمل سيلف اسامبلي للكربون بصوره جديده ما كانتش موجوده في الطبيعه، دي بيسموها الباكي بولز، وسير هارولد كروتو اخذ نوبل برايز على الشغل بتاع الباكي بولز ده. و ده 1 نانومتر اكروس، يعني القطر بتاعه 1 نانومتر. او عملنا كربون نانو تيوبس. الكربون نانو تيوبس دي غريبه جدا. القلم الرصاص اللي موجود في وسط القلم الرصاص ده جرافايت، اللي بنكتب بيه ده جرافايت. الجرافايت ده هو عباره عن زي شريط لاتس بتاع كربون، بيور كربون يعني. له لاتس معين. لو عرفنا نجمع اللاتس زي ما عرفنا نطلعه بصوره تيوب صغير، يعني ادي اللاتس ده الجرافايت اهوت، لو كان ملفوف ويطلع تيوب كده صغير ده بيبقى الكربون نانو تيوب. الكربون نانو تيوب ده له صفه مهمه جدا، انه وزنه 1/100 من الصلب وقوته 6 أضعاف. يعني اذا لو عرفت اخلي النانو تيوب ده حاجه تيوب بحقه حقيقه وعملت منه سلك، هيبقى 600 مرة أقوى من الصلب. ولذلك الناس بتشتغل عليه يقول لك طب أنا ممكن أعمل بقى إليفيتر أطلع بيه حاجات إلى محطة فضائية، ما أضطرش أعمل صواريخ وبتاع وكلام من ده. النانو سيركتس بدأوا كاربون نانو تيوبس كان كونكت موليكولار ليفل جيتس، و اتش بي هوليت باكارد واخدة براءة اختراع على ستورج سيستم بالشكل ده، وكذلك اي بي ام واخدة براءة اختراع على حاجة بيسموها الميلي بيد، تشتغل على نانو سكيل.
وسنجل موليكيول كانتليفرز، يعني اللوجيك جيتس اللي موجوده تبقى سنجل موليكيول، بس لسه ما طبقوهاش. فده وصلنا الى ايه في حكايه ان احنا نعرف نخلي الذرات تجمع نفسها. احنا لسه في بدايه المشوار هنا. اللي بدا يشتغل فعلا الممز، وعلى فكره في تطبيقات ممز في مصر وعندكم كمان، الممز اللي هي مايكرو الكترو ميكانيكال سيستمز، فبتعمل اساسا مكان صغير جدا 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 يخش فيه حاجات وتطلع حاجات تانية بشكل واحد. ومن ضمن التطبيقات مثلا ان في الدواء، ان احط في الدواء ميكانيكال ديفايس بيقيس الوضع اللي في الجسم الموجود فيه، ولما الحاجه اللي حواليه من الحموضه او من نقص السكر او بتدي الاشاره اللازمه يروح فاتح ويطلع الدواء في اللحظه اللي الجسم محتاج لها، مش في اي لحظه تانية. هنا ده الدايم الامريكي، ده اكبر سنه من السنتيمتر العمله دي، وده معمل متكامل موجود في الكابيلاريز بتاعت 80 مايكرون، بياخد بيكو ليتر فوليومز ونانو ليتر بير سكند فلوز و100 ملي سكند سيبريشنز، وبيعمل 500,000 تيست في اليوم. هذا المعمل الصغير بيعمل 500,000 تيست في اليوم. ممكن نعمل حاجات كتير في الطب، ممكن ندخل مكان جوه اجسامنا، وده مثال للممز ده في الانسولين، السكين بامب ده في الانسولين، ادي حجمه بالنسبه للصباع، وبيوجد بدل ما الواحد ياخد حقنه بالطريقه القديمه بيوجد ويتحط كباتش كده يتلزق على الجلد ويشتغل، وده الطريقه اللي بيشتغل بيها، ودي الابر بتاعته شكلها ايه. وبنقدر نحط كمان عشان نفتح الكلوجد ارتريز هنا، بنحط ممبرينز ده حجمها 100 نانومتر هنا، بنفتح عشان مسار الدم ما يتسدش والواحد ما يجيلوش ستروك. وبعدين بقى متخيلين ان هيبقى في روبوت صغيره تخش جوه البتاع، بس ده تخيل، ده رسومات يعني غير واقع. وقالوا طب ما نقدر نعمل برضو مايكرو بروسيسورز للكمبيوترز اتشت ات ذا مامو سكيل. انما اللي حصل بقى وتطبيق فعلي ده اللي قدامكم، ده اللي قدامكم ده بودره موجوده في الميه، دي بودره هنا اهو، دي تاجز كمبيوترايز تاجز، بس صغروها لشكل انها اصبحت غباره، ما هياش حتى مايكرو، فبنسميها باودر سكيل. الشيب باودر شيب ده اللي هنا ده واحد على 20 من الملي في واحد على 20 من الملي، ده لسه مش ذرات، مش ريل نانو سكيل، بس قريب جدا يعني. طب نقدر نستعمله في ايه؟ يقول لك مثلا نحطه في العمله، بحيث ان لما تيجي تدفع جنب الكاشير يقدر يشوف كده، يعرف على طول اذا كانت عمله حقيقيه ولا عمله مزيفه مثلا، من ضمن التطبيقات بتاعته. طب ايه بقى الابلكيشنز؟ بقى نرجع تاني، دلوقتي شفنا البيولوجي، شفنا الانفورميشن، شفنا النانو. الحاجات دي بقى بتتواجد في ايه؟ في القدره الجديده للكمبيوترز اللي هي دي ان اي كومبيوتنج والكوانتم كومبيوتنج. الدي ان اي كومبيوتنج يؤسفني ان اقول ان اللي واخدين الليد فيه حاليا اسرائيل. انما الفكره فيه ان انا بستعمل قدره الدي ان اي. يعني انا لما اتخيل قدره الدي ان اي دي قد ايه؟ الخليه ما بشوفهاش بالعين المجرده. وداخل الخليه في نواه، وداخل النواه في موليكيول دي ان اي. والموليكيول الدي ان اي ده في كم معلومات يعادل اكتر من مليون كتاب، لان ده بيقول بقى ده الدي ان اي بتاع اسماعيل سراج الدين، يبقى طوله كده وشعره كده وعينيه لونها كده ومناخيره شكلها كده، وكل الحاجات دي موجوده في كل الدي ان اي موجود. الدي ان اي لو انا عرفت اطلعه ولو فردته كده هيبقى طوله حوالي 1.80 متر الجزيء الواحد. ولو فردت كل الدي ان اي من كل الخلايا اللي في جسمي، عارفين يبقى طولها قد ايه؟ تروح وتيجي من القمر، من القمر 8000 مره. ودي كلها بتكرر نفسها وتجدد نفسها كل 20 دقيقه، وبتعملها من غير اخطاء. ولما بيبقى في اخطاء بيبقى في كانسر يعني. فدي ان اي قالت طب ما القدره الفائقه للبروسيسنج بتاع المعلومات اللي موجوده في البيولوجي عايزين نطبقها. ففي ناس بتشتغل على البكتيريا رودوبسن، يقول لك طيب ده نقدر نعملها كمولكيولار ميموريز، نحط فيها ميموريز. عشان اديكم فكره على السايز اند افشنسي،
الدي ان ايه موليكيول واحد لو تحط ال كيوبيك سنتيمتر من الدي ان ايه تشيل معلومات اكتر من 1000 مليار ميوزيك سي دي اللي هو 650 ميجا. دي ان ايه كومبيوتنج بقى بيشتغل بصوره مختلفه والالجوريزمز بتاعته مختلفه. وعلى فكره الالجوريزم ده تكريم لعالم مسلم اسمه الخوارزمي. الالجوريزم جاي من اسم الخوارزمي. فالسؤال طب هنقدر نعمل ايه؟ هل هي مساله بس ان الواحد يسرع البروسيس؟ يس اند نو. يعني conventional computer certain steps, this is a tiling problem 12 في ساينس. conventional computer يحل البروبلم في 1,600,000 خطوه, في الدي ان اي كمبيوتر يحلها في 91 خطوه. يبقى اذا الالجوريثم نفسه مختلف مش مجرد السرعه اللي بيشتغل بيها. فبنستعمل بايو كيمستري. فبنعمل ازاي الحكايه دي؟ باساسا سنه 94 لينارد ادلمان بين بروف اوف كونسبت, عمل كومبيتيشن حلت ال 7 بوينت هاملتونيان بروبلم. 7 بوينت هاملتونيان بروبلم, هاملتونيان باث ان هو ان انا اربط نقط من غير ما تقاطع مع الخط ومن غير ما تفوتني نقطه منهم. ده نوع البروبلم. يعني البروبلم ده قدروا يعملوه كتجربه سنه 94. وبعد كده قال اساسا احنا بنعمل بارال بروسيسنج. بس بنعمل ايه؟ بناخد حتت صغيره من الدي ان ايه وبنعمل مكنه, بدل ما هي مكونه من سيليكون شيبس وبتاع, هي مكونه من انزيمز ودي ان ايه موليكيولز. المكنه دي تقدر تعمل 330,000 مليار حسبه في الثانيه, اي سرعتها اكتر من 100,000 مره سرعه الاحسن كمبيوترز موجوده النهارده. فدي مشكله. الدي ان ايه موليكيول دي بتدي الكمبيوتر, هي الانبوت داتا بتخش عن طريقه, احنا بنحدد ونعيد رسمه وبعدين بنقصقص الدي ان ايه وبنحطه في سوب بتاع الدي ان ايه ونسيبهم يتفاعلوا مع بعض, بيطلعوا مليارات السولوشنز. وبعدين عامل زي مصفى, المصفى دي الخروم بتاعتها تعادل الحل اللي انا عايزه, وبختار من المليارات بتاعت الحلول الحل المناسب. وبما ان بيقدر يحل مليارات الحلول في نفس اللحظه لان كلهم بيحلوا ان بارل, وانا هاخد منه بس اللي يناسبني وارمي الباقي, يبقى بالتالي اقدر اوصل لحلول كبيره جدا في حاجه صغيره. نقطة مية ممكن تشيل 1,000 مليار بايو موليكولار ديفايسز بالشكل ده. والمعلقة دي فيها ما يعادل 15,000 تريليون كمبيوتر في الكمبيوتنج باور بتاعتها ان بيور بيولوجي. النقطة بقى بتاعت بنت بتاعت الكونفرجنس دي, الناس مكتشفة ان قوة البيولوجي كومبيرد لقوة الميكانيكال ديفايسز اللي احنا بنستعملها is so infinitely greater. يعني بتبين الانفيشنسي بتاعت الكمبيوترات بتاعتنا وبتاعت المكن بتاعنا بتاعت الصواريخ بتاعتنا, كل ده is so backward بالنسبة للتكوينات البيولوجية. يعني فعلا مذهلة. فالريزلتس بقى زي ما قلت لكم بنطلعها زي مصفى, بس مصفى بالانزيمات مش مصفى بشكل تاني. من الميزه بتاعت الدي ان ايه بيقول لك ممكن هو ينفع في حاجات الفازي لوجيك بروبلمز. وناس بتقول طب ما في الفيوتشر بقى نضم ما بين الاثنين, البريسايز كالكوليشنز زائد الفازي لوجيك على حسب نوع البروبلم يشتغل ازاي. وسنه 2004 وايسمان انستيتيوت في اسرائيل قال انهم عملوا دي ان ايه كمبيوتر كابلد مع الانبوت والاوتبوت موديول اللي انتم شايفينه تحت يا نوت انبوت واوتبوت, وانه ممكن يمشي بسرعه كبيره جدا. بس الى الان البروبلمز دي في حاجات ما تتحلش فيها. يعني من الظواهر في ان البروبلمز لما بتكبر بتكبر ايضا للدي ان اي كمبيوتر, ولذا هيبقى لها حدود. فالسؤال بقى طيب بعد ما نعمل الحاجات دي هنقدر نعمل ايه؟ لسه طبعا ده نقطة وقفنا عنها في البحث العلمي, ولكن في ناس تانية بالذات في انجلترا وامريكا ماشية بدل بعيدا عن البايو كومبيوتينج الى الكوانتم كومبيوتينج. كوانتم كومبيوتينج اللي هو الجناح التاني ده بقى نرجع تاني للاول, النظريات الغريبة بتاعت الكوانتم هنستعملها ازاي؟ عندنا الويف بارتيكل دواليتي,
عندنا elementary particles، عندنا انهم ممكن يتواجدوا في simultaneous states في نفس الوقت، ما هياش ولا هنا ولا هنا، فاكرين الصورة ولا هي wave ولا هي particle ولا هي في مكان ولا هي، يعني الحكاية دي ال non-locality والsimultaneity دي مشكلة فيها، بنسميها superposition of states. في الانتانجلمنت بتسمح ان two entangled particles react instantaneously، اسرع من سرعه الضوء من غير ما يبقى فيه وصلات ما بينهم، وده اتكلمنا على التليبورتيشن فيها. فقالوا طب ما نخترع حاجه اسمها كيوبيد. الكيوبيد ده از كوانتم بت، يا جاي من كوانتم بت كيوبيد. قال ده عباره عن الكترون في ماجنتيك فيلد. الكترون له سبين، وممكن اعمل الاينمنت بتاعه اما كلوك وايز او انتي كلوك وايز، اللي هو اب اند داون زي ما بنسميه، او ان بتوين. يعني ممكن يبقى اب وممكن يبقى داون وممكن يبقى ان بتوين. ده معناته ان نفس اللوجيك جيت على عكس اللوجيك جيت التقليدي اللي هو لازم ياخد 0 1 يا كده يا كده، ده ممكن ياخد ميني ديفرنت انترفينينج ستراكشرز. يعني فيري ايزلي يا كده يا كده، يا واحده في النص، لا بس ممكن كمان حاجات تانية في النص. فممكن تنظبط العملية دي. و أنا عارف إن دي صعبة أول واحدة تتخيلها، أنا بقالي سنين بقرأ، أكتر من 50 سنة بقرأ في الكوانتم، وإلى الآن مش قادر أتخيل ولا الانتانجلمنت ولا الويف بارتيكل دواليتي ولا السيمالتينيتي، إزاي حاجة تكون أكتر من حاجة في نفس الوقت وتتحدد ماهيتها فقط لما أجي أنغزها. ظاهرة جديدة وهي فعلا اتس ات كوانتم وورلد. ادي النظرية ان انا ممكن احدد اتجاه السبين، وبحط ده بيسموه ايون ترابس، زي تراب بصطاد فيها الالكترون وبحطه في هذا المكان وباثر عليه، وده الاكتشوال ايون ترابس، ده الرسم وده الاكتشوال ايون ترابس. وادي حجمها هنا اهوت بالنسبة للمايكرو ميلي. فالكوانتم كومبيوتنج بتستعمل الحكايه دي، لسه ما فيهاش تطبيق. ده الكوانتم لوجيك جيت، بدل ما يبقى له 2 ستيتس يبقى له اتليست 8 قدامكم اهو، وممكن يبقى اكتر من كده كمان. انما الظاهره بقى الرياضيه ماثيماتيكال، ان لو عندي بعمل بربط في اري عدد من الجيتس من الكوانتم جيتس، عدد الكالكوليشنز اللي اقدر اعملها لو عندي ان جيتس يعادل 2 اس ان. دي طبعا مخيفة جدا، يعني انا ممكن ب 500 كيوبيت لو وصلتهم in a 3 dimensional array ان اعمل 2 to the 500 calculations at the same time. ده معناته مفيش ليميت. 2 to the 500 اكتر من كل الذرات اللي موجودة في الكون. As far as we know the universe كده كل ما فيه من ذرات is about 2 to the 80. فيعني احنا way above that من حيث الامكانيات. ف this is بقى يعني totally different من classical computing. اللي بدأ الحكاية دي واحد اسمه ديفيد دويتش، هي ده ديفيد دويتش اهو، هو أول واحد كتب سنة 84 كتب mathematical paper على إنه ممكن الواحد يبني quantum computer. شوف 84، احنا النهارده بعديها ب 25، ربع قرن تقريبا. الأول كتابة نظرية كانت في الموضوع ده من 84. تطورت الحكاية دي، وبيتر شور سنة 94 10 سنين بعديه كتب أول ألجوريزم ممكن يستعمل في الكوانتم. ناخد خد بالكم من حاجة، الألجوريزمز اللي موجودة في الكمبيوترز النهاردة ولا هتنفع للدي إن إيه كومبيوتينج ولا هتنفع للكوانتم كومبيوتينج. يعني لازم أعمل ديريفيشن للنيو ألجوريزمز طالعة من البيولوجي مع الماثيماتكس مع الكمبيوتر ساينس عشان اقدر اعمل دي ان اي كومبيوتنج، ولازم اشتغل مع الماثيماتيشنز والفيزيسيستس عشان اطلع كوانتم الجوريزمز اطبقها على كوانتم كمبيوتر. فبيتر شور اول واحد عمل العمليه دي، وقال ان ممكن احنا نعمل فيها نفك الشفره. ولوف جروفر عمل الجوريزم عشان يدور في الداتا بيسز، يدور على معلومات في الداتا بيسز. الالجوريزم ده مهم جدا لانه بيقلل الوقت بشكل رهيب جدا. يعني النورمالي لو انا بدور على 1 تيرا بايت اوف داتا طبقا لقوانين شانون، it would take me into the 2
عشان أجد اللي أنا عايزه. بينما فده يبقى مثلا 500 مليار ستيب، بينما بالكوانتم الجوريثم بيبقى كمبيوت يعني الجذر التربيعي بتاع ان يبقى مليون فقط. increasing efficiency 500,000 مرة. اذا بنتكلم احنا فعلا على مواد على قفزة 500,000 مرة اكتر من الالجوريثم الموجود. عاديك عن تطبيقه. فجرشنفيلد بدأ هو ايزاك شوانج طبقوا ده في ام اي تي ميديا لاب، طبقوا وده ايزاك شانج بتاعه، طبقوا الالجوريثم بتاع جروفنر، وقدروا يعملوا وان ابلكيشن ما بين تو كيوبيتس. وانما طبعا البروميس كبير جدا وفي محاولات كثيره، ولغير نتكلم في الكوانتم نتس وي ار فيري ايرلي ستيجز. وادي شكل الكمبيوتر اللي عملوا بيه تو كيوبيتس. طبعا تقول ده كل ده عشان يعمل 2 كيوبيتس، يعني عمليه واحده ما بين 2 كيوبيتس. افكركم برضو شوفوا انياك كان شكله ايه. فده النهارده الكوانتم كمبيوتر الموجود النهارده اللي بيطبق فيه النهارده، وما لسه العمليات صغيره قوي. يعني احنا وصلنا من انياك الى اللابتوب، فممكن نتخيل هنوصل الى ايه في الانورمس انكريس ان باور. تعمل ايه بكل الانكريس ان باور ده؟ اولا كومبلكس ماتيماتيكال مالتي دايمنشنال بروبلمز تتحل في multiple dimension objects زي ما شفنا في string theory وغيره. دي كالابوياو manifolds مثلا عشان اقدر اتخيلها واحسبها بتعوز computing power كبير، ولان نظرية string theory بتحتاج ل 11 dimension، فال vibrations in string theory عايزة very powerful computers عشان تتحسب. او encryption. الانكريبشن اللي هو مبني عليه كل العلاقات الدولية في البنوك وغيره، ده مبني على اساس factoring. طبعا لو اخذت رقمين 2 برايمز ضربتهم في بعض وطلعت هذا الرقم this is easy، انما لو انا اديك الرقم ده وتحاول تلاقي الفاكتورايزيشن بتاعته بتبقى اصعب. طبعا الرقم ده نسبيا سهل برضه، انما تخيل بقى لو عملنا الرقم ده ب 120 رقم زي ده، فاكتور ده يطلع ايه بقى؟ فاساس الانكريبشن ان الكمبيوتر يقعد يشتغل على دي هياخد منه 10,000 سنة عشان يوصل للحل. فده ما ينفعش. فعشان احل الحكاية دي ده اساس المودرن انكريبشن. طيب ايه اللي بيحصل بقى مع الكوانتم كمبيوتر؟ لو انا جيت عندي رقم 120 ديجيت وانتقلت الى رقم 250 ديجيت زي ده وعايز اعمل فاكتورايزيشن، البروبلم اللي على اليمين ده ايه مدى صعوبته بالنسبه للبروبلم اللي على الشمال؟ بالنسبه للكلاسيك كومبيوتنج 1 مليون تايمز مور كومبليكيتد، ده اللي على اليمين بالنسبه اللي على الشمال. بالنسبة للكوانتم كمبيوتر 4 تايمز از كومبليكيتد، يعني كم الوقت اللي هياخده عشان يحله 4 مرات اكتر من انه يحل الاولاني. فالكوانتم كومبيوتنج فيه كواليتيتيف ديفرنس، مش بس قدرة اكتر انما كواليتيتيف ديفرنس كبيرة جدا. فده الابلكيشنز اللي موجودة، وده هيحتاج مننا ماتيماتكس جديدة. وانتوا في مدينة مبارك بتشتغلوا في البيولوجي وبتشتغلوا في الانفورماتكس وبتشتغلوا في حاجات تانية، لازم برضو نرتبط مع بعض مع الجامعه زي ما قال الدكتور محمد السعداني، الاعمده اللي موجوده في اسكندريه، نشتغل مع بعض في النيو ماث، التوبولوجي وغير التوبولوجي والنوت ثيوري والحاجات دي كلها. انما في ظواهر جديده عشان نقدر نعمل لها موديلنج، عايز ان احنا نفكر في الكومبلكسيتي اند كيوس. انا بتكلم هنا كومبلكسيتي اند كيوس ساينتفك تيرمز ولهم معنى محدد جدا. يعني مثلا دكتور صلاح سليمان هنا مهتم، راجل بتاع البيئه، فقضية الفلكتويشن اوف بوبوليشنز دي ظاهرة جت من الجراوس. انا قدامي بتاع 10 دقايق هخلص لكم كل حاجة بعد كده. الجراوس ده طير موجود في انجلترا وبيتحرك، والبوبوليشن بتاعته بتتغير من سنة لسنة، فحاولوا يعرفوا ليه. كذلك لو انا جبت سمك وحطيته في بركة هيوصل عدد السمك كام؟ المفروض انه بيوصل للبيولوجيكال ماكسيموم، فدي بنسميها carrying capacity problems في الـ environment. فالـ typical Malthusian map بيقول ان عدد الـ population اللي جاي مبني على عدد الـ population الاولي مضروب في 1 زائد نسبة معينة كل سنة لغاية ما يوصل للـ biological maximum. فأنا متخيل إذن انه هيبقى عندي biological maximum وهيبقى عندي curve كده، أو curve S-shaped أو Gompertz curve شكله كده. بس الواقع غير كده، يعني ده الواقع النظري، إن الواقع ده غير كده.
فعملوا لوجيستيك ماب منها اللي عملها برضو سير روبرت ماي اللي دلوقتي بقى لورد ماي. ده الاكتوال بوبوليشن مقسوم على الماكسيمم بوسيبل بوبوليشن. وايه ده بارامتر غريب كده هقول لكم عليه بعد شويه. فاللي بيحصل لو اخترت A يساوي تقريبا 3 بيطلع شكله كده. وبينضبط مش على 100%، بينضبط على حوالي 63% من البوتنشال بيولوجيكال ماكسيموم اللي اقدر احسبه. او لو اخدت A مثلا 3.4 هوريكم ليه غيرت الحاجات دي، هلاقي حاجه ظاهره غريبه جدا، وده اللي كانوا لاحظوه في قضيه الطيور بتاع الجراوس انه بيروح عامل كده وبعدين سنة وسنة 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 يرد ويزيد ويقل ويزيد ويقل ويزيد ويقل بشكل غريب جدا. ولو الـ A ده زاد لهذه النسبة فبيحصل حاجة بقى totally chaotic ملهاش أي صورة، محدش عارف يتنبأ بيها. طب ده جاي من إيه؟ لو إحنا رجعنا وحطينا النهاية اللي بنصل إليها X settled finally بالنسبة للـ A ده هنجد إنه شكله كده. ف ده بنسميه bifurcation، وعلى فكرة الظواهر دي موجودة في تقريبا كل البيولوجيكال فينومينا. وبعدين بيحصل secondary bifurcation وبعدين بيزيد ويبقى totally chaotic. فاللي أنا عملته أنا خدت لكم التلاتة examples، واحد لما كان الـ A لسه single answer اللي هو 63%، واحد ما بين البيفركيشن بيتذبذب ما بين قيمتين، يعني أي solution ما بين هنا وهنا هيتذبذب ما بين القيمتين دول، والتالتة جاية من حتة totally chaotic. فالستراكشر بتاع الكيوتيك سيستمز دي بدأنا نفهمها، وانتوا لو اخدتم الشكل اللي انا رسمه ده وشدتوه كده لتحت الشكل بتظهر هنا حاجة بنسميها فراكتل، والفراكتلز ده هي الفراكتل اتراكتلز دي ممكن نحسبها بالكمبيوتر. دي على فكرة بنسميه domain of possibilities محسوب على معادلات معينة لظواهر بيولوجية، واللي بيقدر يحسب الحكايه دي هو الكمبيوترز. ودي مهمه ليه؟ لان ايضا الظواهر بتاعت الطقس اللي هي اساس بالنسبه لقضيه الاحتباس الحراري الموديلنج بتاعها صعب قوي. وفي واحد اسمه لورنس اكتشف اللي بنسميه الباترفلاي افكت، وكتب بيبر مشهوره اسمها Does the flutter of a butterfly's wings in Rio cause a hurricane in Texas؟ لانه وجد ان تغييرات بسيطه جدا، ده لو انا بعمل استشراف للمستقبل، فتغييرات لا تذكر هنا اهو minute initial differences can lead to very big differences في الفوركاست اللي بيحصل مستقبلا. وده احد الاسباب ان ما يقدرش يعمل long term weather forecast. ممكن بصوره عامه نقول ان الصيف يبقى حر من الشتاء، انما ممكن كمان بتنبأ بالطقس في ظرف 3-4 أيام أو أسبوع، بس لو تقول لي الطقس هيبقى شكله إيه بعد شهر من النهاردة، المودلز كلها فيها نسبة أخطاء عالية جدا للظاهرة دي. ده لورنس أتراكتر وله معادلات بتاعته بسيطة جدا. ومن الحاجات دي دخلنا في ساينس ماثيماتيكال ساينس جديدة اسمها كومبلكسيتي أند كيوس، وأنا في رأيي إنها enormously effective for natural phenomena، وإنها ممكن نستعملها في حاجات كتيرة جدا، لأن فيها ظواهر السيلف سيميلاريتي، فيها ظواهر المالتيبل أوتكمز، فيها نستد هيراركيز. وده زي باي عندنا في الرياضيات القديمه، ده الماندل بروت سيت ريكيرسيف باترن جنريشن، دي المعادله بتاعته. بيظهر يعني لما ابص على الماندل بروت سيت، لو انا دخلت وعملت زومنج ان كده هلاقي التفصيله، اعمل زومنج ان زياده 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 الاقي نفسي رجعت تاني عند الماندل بروت سيت. اتس ان انفينيت سيريز ان بوث دايركشنز. الكلام ده ما هوش لعب، له ابلكيشنز على الجروث اوف بلانتس، على الفلاورنج باترنز، على الكراكينج اوف ذا ايرث، على الدي ان اي ستراكشر، على الباث بتاع البرق، كلها بتحسب بالفراكتال جيومتريز دلوقتي، على السنو فليك فورميشن، على التربلنس في الغازات، على اصطدام الغازين، يعني الغازين دلوقتي ملونين دول شوف هيصطدموا مع بعض، هوب تلاقي هنا ظهر لك اللورنس اتراكتور ظهر في الغازات تاني، على الباترنز بتاع الكوستال ايروجن، على الاورجانيك كونستراكتس، على النيورال نتوركس، كل السيميليشنز دي بتتعمل بذيز نيو فراكتلز، ويش ار اولسو فيري بيوتيفول، الفنانين مبسوطين بيها، بس دي قضيه ثانيه.
But beyond the fractals بقى في agent based modeling و evolutionary algorithm و probabilistic methods, واهم حاجة دلوقتي بيشتغلوا فيها very hot topic اللي هي percolation and coalescence أو emergent phenomena and so much more. فإذا الرياضيات الجديدة لازم احنا نهتم بيها عشان نبقى قادرين ان احنا نعمل, سواء عايزين نعمل applications على bio info nano technology أو نعمل programming ل biological computers أو quantum computers. وهنا بقى احنا في مكتبة اسكندرية فخورين ان نشتغل معاكم ومع الجامعات الموجودة, ودورنا هيبقى ان احنا بنحط فعلا emphasis on science لان سرعة التغيير كبيرة جدا فيه, وقدرة ان الواحد يطور امكانيات مخه باستعمال الكمبيوترز كبيرة جدا, ونسأل ما لم يسأل من قبل. فاحنا بنكتشف النهاردة ان في نوع ثالث من العلم. لفترة حديثة كان في theoretical science وكان في experimental science. دلوقتي في simulation بيتعمل جوه الكمبيوتر قبل ما اعمل التجربة في المعمل. وده طبعا من مزاياه, وما فيش كوايت باتن بيقول اوبس, انما لو غلطت طب ايه يعني, غلطت في الكمبيوتر اعيد التجربة في الكمبيوتر, مش هينفجر المعمل, مش هيحصل حاجة يعني في العملية دي. فاحنا عاملين هايبريد لايبرري فيها كل الجورنالز في العالم موجودة للي عايز. لارج كومبيوتينج كابابيلتي, بنبني دلوقتي بيتورد السوبر كمبيوتر بتاعنا. في اناليتيكال سنتر نقدر نستعمله في الفيرتشوال رياليتي اميرسيف سيستم, تخش جوه التطبيقات, له تطبيقات طبيه زي ما انتم شايفين هنا, ولو كذلك تطبيقات عملنا لها مثلا على ابو الهول عشان نشوف تاثير العوامل التعريه على ابو الهول, وبيبان الاحمر هي الحتت المتعرضه لعوامل التعريه. عملنا دراسات على المكتبه 3 dimensional visits الواحد ممكن يجول فيها, وين تانل اكسبيرمنتس وغيرها. والفكره فيها ان احنا ممكن نعمل فيجواليزيشن للاكسبيرمنتس الجديده. عندنا لارج ستورج ديفايسز, طبعا انتوا عارفين عندنا ارشيف الانترنت. ارشيف الانترنت ده عشان اديكم فكره القوه بتاعته, العمود الواحد من دول, عمود واحد من دول لو خدت كتاب 300 صفحه ورقمنته يشيل 100 مليون كتاب, ولو حطيت كتب بالصور والالوان وبتاع يشيل 12 مليون كتاب. فتخيلوا حجم الستورج كاباسيتيز الموجوده دي. واخر حاجه بقى اللارج باندويث كونكتيفيتي, احنا كلنا مشتركين في شبكه المجلس اعلى الجامعات, انما عايزين ايضا ناكد على زياده وصولنا مع جيون دو وغيرها. فالمستقبل معانا, واحنا قادرين المكتبه انها تخدمكم, لان احنا لسه صغيرين, بقالنا يا دوب 5 سنين, واحنا لازم نشتغل عشانكم وعشان كل الناس, وبهذا التعاون هنقدر نخدم الجيل القادم والإنسانية كلها. وشكرا لحسن استماعكم. دكتور محمد تفضل. دكتور محمد, انت قلت لي عايزين نشوف كل حاجه, كل ما اقول لك بيولوجي ولا فيزيكس ولا بتاع قلت لي عايزين نشوف كله, فرحله كانت طويله شويه. ده جميله جميله. استاذنا الدكتور اسماعيل سراج الدين حقيقه طوف بنا في مجالات متعدده من الافاق الجديده للعلم, وهو ده اللي انا كنت عايز افاجئكم بيه وعاوز اوريه لكم, لانه التقدم العلمي والانسترومنتيشن والريفورم اللي احنا عملناه في مدينه مبارك كان لا يمكن ان يكتمل الا لو اكتمل فكرتنا عن الانسان وعن قدراته وعن هيراكليتس يا دكتور اسماعيل لما قال انك لا تنزل البحر مرتين, فلا انت انت في كل مره ولا البحر هو البحر. لا أنت أنت في كل مرة ولا البحر هو البحر. وأنا بتكلم مع دكتور إسماعيل وبنقول طب إيه اللي ممكن يكلمنا فيه دكتور إسماعيل سراج الدين, وبدينا نتكلم عن مستقبل البشرية وعن أفكار جديدة. هل في عوالم أخرى ممكن يكون الإنسان مش كربون وهيدروجين ونيتروجين, إنما ممكن يبقى سيليكون؟ هل احنا في شغلنا في النانو تكنولوجي في مدينة مبارك والكربون نانو تيوب, هل ممكن نوصل لبروسيس للكمبيوتيشن للافكار زي ما الكربون نانو تيوب يقدر يشيل الجاسز, هل ممكن يشيل انفورميشن كمان؟ هل التريبلت كود يعني الدول سيستم اللي عمل كل المادة الصلبة ده كان دول سيستم باينري زي ما قال الدكتور اسماعيل, التو كودز الزيرو والوان, وهو ده الكتابة الألف الب الزيرو والوان, هتلاقي الشرطة والنقطة والشرطة والنقطة, وده اللي عمل التليجرام
وده اللي عمل الكمبيوتر وده وده وده، لكن الانسان واحنا بقى التريبلت كود بقى اللي هو البعد ده كان شيء جميل جدا ان احنا نتكلم فيه، انه الفايتال فورس هل ممكن نضيفها الى النون فايتال فورس؟ يعني زي ما قال الدكتور اسماعيل النهارده كان في علوم اساسيه وعلوم تجريبيه، العلم الجديد هاو كان ايمرج كل ده مع بعضه. اذا ما قدرناش نخلق شخص قادر في معمله وفي مكتبه وفي مكتبة اسكندرية وقدام الكمبيوتر قادر على التصور والخلق والإبداع وأنه يطلع بره الفرانتيرز بتاع المألوف والمعروف، وما فيش فكرة في العالم نتجت إلا من أشخاص مبدعين قادرين على التمرد، قادرين على الخروج على الكلاسيكية. يعني أنتوا عندكم أسئلة للدكتور إسماعيل ولا عاوزين تجولوا في المكتبة؟ متشكرين يا فندم، متشكرين. شكرا لكم، شكرا دكتور محمد، وشكرا لكم جميعا. والحقيقه انا نفسي ان انتم قبل ما تمشوا برضو تشوفوا المكتبه، واللي عايزين يشتغلوا في حاجات تطبيقيه علميه في بعض الحاجات الموضوعات دي، دكتور محمد الفحام، دكتور حليم زكي، دكتور صلاح سليمان، دكتوره نهى عدلي، كلهم موجودين هنا، وطبقا لاهتماماتكم يقدروا يمكن يربطوكم مع بعض الحاجات اللي احنا بنعملها ويفرجوكم بعض الحاجات اللي احنا بنعملها. انا عارف ان في منكم بيشتغلوا في الانفورماتكس، وفي منكم بيشتغلوا في البيولوجي، وفي منكم بيشتغلوا في ميادين اخرى. ف يعني زي ما بدات دي مكتبتكم، ونرجو ان يعني رجلكم تاخد عليها وتبقوا عندنا كتير، وفي مؤتمرات كتير وندوات كتير ومحاضرات كتير، واساسا كل الامكانيات بتاعت المكتبه معموله لخدمتكم. فشكرا لكم ان انتوا جيتوا النهارده، وشكرا لكم على حسن استماعكم، ومرحبا بكم في مكتبه اسكندريه، والسلام عليكم ورحمه الله.